إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بحل هذه المسألة الشاملة للوضعية الإدماجية لأصحاب شهادة المتوسط. إذا نقول تقترح تقول نص المسألة: تقترح مكتبة البلدية تسعيرتان لاستلاف الكتب. التسعيرة أ، لاحظوا جيدا لأن هنا عليكم بالتركيز معي. دفع ماذا؟ دفع 12 دينار عن كل، لاحظوا، عن كل، هذه كل هي جملة يجب عليكم أن تركزوا معها. كل، كلمة كل معناه مباشرة يأتي في ذهني أن، لاحظوا، كل كتاب يستلف، يعني تسلف 12، لاحظوا، 12 دينار جزائري لكل، هذه الجملة لكل كتاب. هل أضاف شيء؟ لم يضف شروط أخرى في هذه التسعيرة. معناه يأتي في ذهني مباشرة أن هذه يمكن كتابتها 12 إكس. لماذا؟ لاحظوا أبنائي، لأن قال لكل، لكل يعني هي المتغير إكس. أما هذه يعني هذه، إذا جئنا تابعوا جيدا ثم نشرح ثم ننطلق في عملية الحل، يعني أريدكم أن تفهموا كل شيء. إذا نقول هكذا: لو قلنا بي لي ماذا؟ بي لي أ، يعني تسعير 1 12 إكس، يعني لكل 12 إكس. أما التسعيرة بي، انتبهوا جيدا معي ستفهمون. التسعيرة بي بي يعني تسعيرة بي، لاحظوا، 5 دينار لكل، لاحظوا، لكل، لكل هي معناه يأتي في ذهني مباشرة 5 إكس. لاحظوا، لكل يستلف، هذه الجملة الأولى. لاحظوا هذا، يعني هنا حتى تتعلموا كيف تخرجون الدالة التألفية والدالة الخطية. مع اشتراك، كلمة مع اشتراك يعني هنا أضاف أشياء أخرى، زائد، لاحظوا، 350، يعني بهذه البساطة. أولا، إذا لاحظوا، مرات يقول يعني 50 دينار للساعة، كلمة 50 دينار للساعة، هاي الساعة. مرات يقول ما يقول 30 دينار للساعة زائد قيمة إضافية مثلا 200. ها، لاحظوا، هذه تصبح ماذا؟ تصبح دالة خطية، وهذه كيف؟ دالة تألفية. الخطية فيها إلا المجهول الإكس فقط، لا يوجد له زيادة هنا، لا توجد زيادة. أما هذه الدالة التألفية فيوجد لها الزيادة، لاحظوا، ها هي الزيادة، زائد كذا زائد كذا زائد كذا. بهذه البساطة، يعني أولا عليكم أن تتعلموا كيف تستخرجون هذه الدالتين. الآن نبدأ في العمل هكذا. إذا نعم، لاحظوا ماذا فعلت. الآن نبدأ. قال سؤال: أحسب الثمن المدفوع بالتسعيرتين لمن يستلف ماذا؟ 30 كتاب. 30 كتاب. الآن ما هو المتغير هنا؟ كلمة كتاب، لاحظوا، كل كتاب، كتاب هو نجعله إكس. دينار لا، قال كل كتاب، الكتاب هو الذي يتغير هنا. تابعوا جيدا كيف نفعل. ما علينا إلا أبنائي أن نأتي بهذا 30 الذي أعطيت لنا ونعوضها هنا، وكذلك نعوضها هنا بأبسط الأشياء. نعوضها في مكان الإكس، وهنا نعوضها في مكان الإكس. قال 30، لو قال 100 نجعل هنا نعوض في مكان الإكس ب100، وهنا بمكان الإكس ب100. كيف نحسب؟ نقول 12 في ماذا؟ في 30 تساوي لنا، عندنا الآلة الحاسبة عليكم باستعمالها، نقول 12 هكذا، 12 في 30 تعطي لنا 360. إذا تعطي لنا 360 ماذا؟ نعم، 360 ماذا؟ دينار جزائري، دينار جزائري. هذه الثمن الأول، إذا نكتبها هنا. لاحظوا أبنائي، نكتبها هنا 360 دينار جزائري. نأتي إلى التسعيرة الثانية، لاحظوا بالتسعيرة الثانية، هذه بالتسعيرة بي لي أ، التسعيرة الأولى. نأتي الآن بالتسعيرة الثانية، يعني بي لي بي. لاحظوا كيف نقول، قلت لاحظوا، 5 في ماذا؟ في 30 زائد 350 تساوي لنا 5 في 30. استعملوا الآلة الحاسبة، إذا 5 في 30 أعطيت لنا 150 زائد
350 أعطيت لنا 500، أعطيت لنا 500 دينار جزائري. إذا نكتب هنا 500 دينار جزائري. بهذه البساطة أبنائي يمكن لكم أن يعني أن تقوم بملء هذا الجدول مهما كانت صعوبته. الآن إذا قد قمنا بهذا، أنتم اكتبوا الحل، عليكم دائما بكتابة الحل حتى تفهموا. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، لاحظوا جيدا. ولو قال هنا كذلك نفس السؤال، أوجد لي 200 كتاب أو 500، لا يهمك، أذهب إلى الإكس هنا في المتغير هذا، وضع تلك العدد وقم بالآلة الحاسبة، ستجد الأعداد كما الآن إكس. نأتي إلى السؤال الثاني، إذا هذا السؤال الأول هو واحد حساب الثمن المدفوع في 30 كتاب، هكذا في 30 كتاب، هي كما هي ملخصة هنا في الجدول. الآن قال إكس هو عدد، الآن لاحظوا هو تكلم عن الإكس الذي تحدثنا عليه من قبل، إكس هو عدد الكتب التي تستلف في السنة عبر ماذا؟ عبر لا في السنة. السؤال لاحظوا هنا، هنا يتوقف، عبر بدلالة إكس عن كل من P1 و P A و PB الثمن المدفوع بكل تسعيرتين، يعني مثل ما فعلنا هنا. هو هذا الأمر أنا شرحته من قبل، يعني شرحته قبل أن يبدأ التمرين. إذن نقول التعبير، يعني الجواب التعبير بدلالة إكس عن كل من من نعم من بي آ و بي بي هكذا تسعيرتان، هكذا تعبير عن إكس بدلالة إذا عن كل من بي أو هذا هو، يعني يقصد التعبير عن بدلالة إكس عن كل من بي أو بي بي يعني تسعيرتين. لاحظوا قلت يعني المقصد هنا أن نعود، ونحن تحدثنا عن هذا الشيء من قبل، يعني ها هي التسعيرة الأولى بدلالة الإكس، لاحظوا 12 لكل كتاب، معناته لنا بي أ شرحتها، سوينا 12 ماذا؟ إكس، يعني المتغير هو إكس. نأتي إلى بي بي، بي بي، لاحظوا جيدا ماذا قال؟ قال 5 دينار لكل، كلمة لكل هي يعني ما تضرب في المتغير، تصبح 5 إكس زائد، لاحظوا اشتراك، هذه الاشتراكات دائما يضيفونها، لما يضيفون الاشتراك تقولوا زائد ماذا؟ زائد 350، هكذا. هنا بالدينار الجزائري وهنا بالدينار الجزائري، هذه هي القضية فقط. الآن نتابع، لاحظوا نأتي إلى السؤال الذي جاء بعد، قال لتكن F وجد دالتها، ولاحظوا يعني هو التلميذ الذكي الكيس الفطن يعلم أن تلك الدالتين تعطى له في ماذا؟ في السؤال الثالث. لاحظوا هذه العبارة وهذه العبارة، أليس هذه وهذه؟ نعم، وهي نفسها التي أعطيت لنا، لاحظوا جيدا. يعني دائما تذكروا أن ستعطى لك تلك العبارة في ماذا؟ في الأسئلة التي تأتي من بعد في المعطيات. إذا نتابع ماذا قال منا طلبة، قال مثل، لاحظوا أعطيت لنا F لإكس دالة، وعطي لنا جي لإكس، هذه تآلفية، هذه خطية، الخطية هي التي يكون هنا لا يوجد لها لا يوجد لها عدد، أما التآلفية يوجد لها زيادة، هذه زيادة موجودة. مثل عن كل من الدالتين F و G في معلم متعامد ومتجانس حيث ننتبه، سننتقل إلى الجزء الثاني من التمرين، ها هو، قال مثل كلا من F و G في معلم متعامد ومتجانس نأخذ، لاحظوا هنا كلمة عليكم أن تتعلموا أبنائي المعلم، نأخذ 1 سنتيم، لاحظ لكل 10 كتب، انتبهوا جيدا، أولا أولا ها هم الدالتان، انتبهوا فقط، F لإكس سوينا 12 إكس، لاحظوا قال هو ماذا قال؟ قال 1 سنتيم، ها هو 1 سنتيم، هذا هو 1 سنتيم لكل ماذا؟ واحد هذا 1 سنتيم، لاحظوا لكل 10 كتب، هذا على ماذا؟ لاحظوا على محور الفواصل، يعني ها هو 1 سنتيم، انتبهوا ها هو 1 سنتيم، هنا قال ضع 10
وهنا كم تصبح؟ 20، 30، 40، 50، 60، 70 إلى آخره. هذا فيما يخص محور الفواصل. الآن نأتي إلى محور الترتيب. وان، لاحظوا، وان، 1 سنتيم لكل، يعني الآن نأتي على هذا المحور، على آلة هكذا، المحور محور الترتيب. قال 1 سنتيم، اللي هي هاي 1 سنتيم، هذا الطول هو 1 سنتيم، لمن؟ لمئة، لمئة ماذا؟ لمئة دينار. يعني ها هو 1 سنتيم على محور الترتيب، ها هو لو تعد من هنا إلى واحد، قال لنا في 1 سنتيم ضعوا 100، هنا كم يصبح؟ 200، عفوا، 200، 300، 400، 500 إلى آخره، حتى يعني دائما في كل سنتيم زيد 100. نبدأ، يعني قال مثل، كلمة مثل، إذا نحتاج هنا يا أولادي نحتاج إلى جدول مساعد. كيف نفعلها؟ كذا الجدول المساعد، إلا عليكم بالانتباه معي يا أبنائي حتى تتعلموا بهذه الطريقة البسيطة. هكذا ننتبه كيف نعمل بالجدول المساعد. هكذا تابعوا، عندنا هنا إكس، هنا ماذا نقول؟ إف لإكس، هذا الجدول المساعد. تابعوا جيدا كيف نفعل. ها هي الدالة عندكم، ها هي الدالة عندكم، الدالة الأولى. نعطي أول شيء، نعطي قيمة، نعطي له صفر، إكس نعطي له صفر. تابعوا جيدا أبنائي، تصبح هكذا، إف في مكان الإكس وضعنا الصفر، كم تصبح؟ تصبح 12 في صفر، 12 في صفر، لأن الإكس أخذ الصفر، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم الصفر. إذا إف لإكس، لاحظوا إف لإكس تحصلنا على الصفر. الآن نعطي لماذا؟ تابعوا، نعطي له، نعم، نعطي 100. لو نعطي 100، تابع جيد، لو نعطي قلت 100، ها هي 100، عفوا، لو نعطي 10، قلت 10، عفوا، نعطي 10 ليس 100، أعذروني، نعطي 10، لاحظوا، تصبح إف لـ10، يعني في مكان الإكس نأخذ 10، لاحظوا إكس كم أخذ؟ أخذ 10، إذا في مكان الإكس أبنائي هنا نعوض بـ10، تصبح 12 في ماذا؟ في 10، كم تعطي لكم؟ بالآلة الحاسبة ستعطي لكم 120، تعطي لنا هنا 120، تابعوا. إذا ها هي نقطة أولى، ها هي نقطة، وها هي نقطة. النقطة الأولى هي الصفر، صفر، يعني على محور فواصل صفر، وعلى محور ترتيب صفر، لأن هذه هي، هذه بي، يعني هي التسعير. تابعوا، ها هي النقطة صفر، صفر اللي هي النقطة أو بداية المعلم. النقطة الثانية كم؟ لاحظوا إلى الإحداثية الإكس كم؟ هو 10، ها هي 10 على الإكس. هنا إف لإكس كم؟ 120، 120 أبنائي عليكم أن تركزوا معي، سنقوم بتكبير هكذا حتى يعني يتسنى لكم الفهم. لاحظوا قال 100 وكم؟ 120. لو نقسم هذه إلى 10 أجزاء، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، أنتم عندكم يعني في أبنائي عندكم في، كيف نقول، في الورقة المليمترية مشروح هذا الأمر. أنا عندي ليس الورقة المليمترية، إذا 1، 2، ها هي 2، كيف نفعل؟ نأتي هكذا، لاحظوا، نجعل هكذا خط 120، وهنا كم؟ هنا مع 10، هكذا. ونبدأ الآن بالرسم عادي، يعني ننطلق من هنا هكذا، ها هي الدالة الأولى، لاحظوا جيدا كيف رسمتها. رسمتها بطريقة بسيطة، قلت ينطلق من، تنطلق من الأو، يعني تنطلق من النقطة الأولى، عفوا، تنطلق من النقطة الأولى، وها هي، إذا هذه إكس وجدناها 10، وهنا 120، يعني تدريجتان من هنا إلى هنا، تدريجتان، يعني هنا تدريجتان، ها هي النقطة الثانية. نبدأ هنا أن نقوم بعملية الربط بين تلك النقطتين ونكمل العمل هكذا. الآن نرجع إلى الأصل، نرجع إلى أصل التمرين. إذا هكذا قمت بعملية، الآن سنقوم بعملية التكبير ونكمل، يعني هنا عفوا، إذا هكذا نبدأ بعملية الرسم بهذه الطريقة. قمت بعملية التكبير حتى أوضح لكم أبنائي،
عفوا عفوا هكذا عفوا، ربما لم يرسم بعد بطريقة جيدة، ننتبه جيدا. أريد أن أوضح لكم كل شيء حتى تتعلموا. سنقوم بمسح هذا الشيء لأن قد أنهينا منه. هكذا، لاحظوا أبنائي كيف تتعلمون، هكذا من هذه النقطة ويمر يمر هكذا، ننتبه ونكمل العمل هكذا. هذه هي الدالة F لإكس، هذه عبارة الدالة F لإكس يعني منحناها أو مستقيمها. الآن نأتي إلى الثانية، ننتبه، نأتي إلى الدالة الثانية. الدالة الثانية ما هي؟ لاحظوا جيدا الدالة الثانية التي أعطيت لنا، ننتبه، ها هي، هي F G لإكس تساوينا 5X زائد 305. بنفس الطريقة نقوم بإنجاز هذا يا أبناء الجدول المساعد. لاحظوا، نقول هنا إكس وهنا جي لي إكس، هكذا نعطي أبسط، نعطي أبسط قيمة للإكس، دائما نعطي له أبسط قيمة اللي هي الصفر. ماذا تصبح أبنائي؟ جي لي صفر يساوينا 5X أخذ الصفر زائد 305. أكيد هذه تذهب إلى الصفر، تبقى لكم 305. هذه هي، هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني يا أبنائي، نعطي لها 10، نعطي للإكس كم؟ نعطي له 10، نعطي له يعني هنا في هذه القيمة، نعطي له 10، 10، ماذا تصبح أبنائي؟ تصبح جيلي 10، تصبح كم تساوينا؟ تساوينا 5 في 10 زائد 305، تصبح كم تساوي لكم؟ تصبح تساوينا هنا 350 زائد 50، تعطي لكم بالآلة الحاسبة ستعطي لكم 400. إذا هنا نكتب 400 هكذا، 400. الآن نعين تلك النقطتين، يعني النقطة الأولى هي محدثية، هي الصفر و305. لاحظوا، سنبحث عن الصفر، ها هو الصفر 350، أين هي؟ ها هي 350، عفوا هي في منتصف هنا. إذا النقطة الأولى ما هي؟ النقطة الأولى هي هذه، النقطة الأولى هي إحداثيها الصفر. لاحظوا، لا توجد الإكس، توجد إلا على الإيكراك، ها هي على المحور التراتيب هذه. النقطة الثانية هي 10، ها هي العشرة مع الإكس، الإيكراك كم؟ 400، ها هي الـ400. الآن كيف نفعل أبنائي؟ سنوصل بين تلك النقطتين هكذا، عفوا سنستعمل مسطرة هكذا، عفوا نعم هكذا ونكمل. لاحظوا، نعم هكذا بهذه البساطة، ننتبه هكذا يعني تعين تلك الدالتين. ها هي قد قمنا بتعيين، إذا هذه الدالة نسميها جي، عفوا نسميها جي لي إكس، هذه الدالة تسمى جي لي إكس والتي بالأخضر هي إف لي إكس. الآن قد أتممنا يعني عملية الرسم بهذه الطريقة، الآن سنقوم بعملية المسح وأنتم عليكم بالكتابة. إن لم تفهموا شيء أولادي، أعيدوا الفيديو في تلك اللقطات التي لم تفهموها حتى يعني تتمكنوا من الفهم من هذه الوضعية الإدماجية. تابعوا جيدا، قال أوجد سؤال، أوجد عدد الكتب الذي عندما تتساوى التسعيرتان، علل. تتساوى التسعيرتان، لاحظوا عند ماذا؟ عند نقطة التقاطع، نقطة تقاطع الدالتين هي التسعيرة، يعني هنا هو لم يقل عينين من البيان وإنما قال حسابيا، علل. تتساوى التسعيرتان أبنائي، إذا إيجاد عدد، تابعوا، الكتب عندما تتساوى التسعيرتان، التسعيرتين أو التسعيرتان، عفوا التسعيرتان، نعم التسعيرتان، التسعيرتان. ننتبه أبنائي، هكذا سنسطر عليها. متى تتساوى التسعيرتان؟ تتساوى أبنائي التسعيرتان بكل بساطة، تابعوا هذه دائما هو سؤال يتكرر، قوموا بحفظ الجواب فقط. تتساوى التسعيرتان إذا تساوت هذه العبارة مع هذه العبارة، يعني إذا جيلي إكس
هي مع الاف لي اكس كيف يصبحان متساويان دائما ابنائي. اذا تساوت تسعيرتان، اذا تساوت تلك الدالتان، نقوم بحل هذه الدالتان. يعني ناتي بعباره الاف، ها هي اين، ها هي عباره الاف، سناتي بها ونضعها هنا، وها هي عباره الجي نضعها هنا. سامحوني على هذا الخطأ حتى تفهموا، على هذه الخطوة حتى تفهموا. يعني تصبح 12 إكس يساوينا ماذا؟ جي لي إكس كم عبارتها؟ 5 إكس زائد 350. هذه معادلة من الدرجة الأولى. لاحظوا أبنائي، سننقل المعالم إلى جهة، تصبح 12 إكس، بما أن هذا نقلناه سيغير أو يشرح، تصبح ناقص 5 إكس يساوينا. هذا لا تقوموا بنقله لأنه هو غير معلوم، تصبح هكذا، هو معلوم هكذا. نأتي بالعمل مع هذا، مع هذا نأتي بالآلة الحاسبة ونقول 12 ناقص، عفوا، 12 ناقص 5 تساوي لنا 7، يعني تصبح أبنائي تساوي لنا، نقول هكذا، 7 إكس تساوي لنا 350. تابعوا أبنائي، تابعوا أبنائي، 300 وماذا؟ 50. لاحظوا هنا فيها الطلبة كثيرين يخطئون، هنا لو تلاحظون في، لاحظوا جيدا، إذا انتقل هذا العدد المضروب في إكس ينتقل شرط، ينتقل إلى المقام هنا شرط، لأنه في إكس، لو كانت عنده إشارة سالبة يأخذها معه، أصبح ناقص 7، إذا أنه هو 7 يأتي هنا وينزع هنا من هذا المكان، يعني قد انتقل. لاحظوا قد قمت بنقله فقط، يعني كما تلاحظون. كم تصبح إكس لو تحسبونها بالآلة الحاسبة؟ لاحظوا تعطينا 350 تقسيم 7، أعطيت لنا 50، أعطيت لنا 50. 50 ماذا؟ هو ماذا طلب؟ عد الكتب. إذن 50 كتاب، 50 كتابا، هذه هي عدد الكتب، عدد الكتب بهذه الطريقة. نعم، إذن 50 كتاب بهذه البساطة. الآن نأتي إلى، قلت عدد الكتب انتهى، ما هي أفضل تسعيرة لمن يستلف 60 كتابا؟ أعلل بنفس الطريقة أبنائي، انتبه، سنقوم بعملية المسح من هنا، أنتم دائما ركزوا معي. لاحظوا جيدا، قلت، قال ما هي أفضل تفضيلة، نكتب هنا أفضل تسعيرة لستون كتاب، يعني استلاف 60 كتاب مع التعليل. تابعوا جيدا أبنائي، لا تخافوا من هذه الأسئلة، إنما هي أسئلة بسيطة. تابعوا، 60 كتاب أفضل تسعيرة. نأتي أولا إلى، دائما نعوض هنا في الدالتين، لاحظوا نعوض في الدالتين فقط. كيف نقول هكذا؟ كم أعطي لنا من كتاب؟ 60، نعوض في مكان الإكس ب60، يعني تصبح هكذا، انتبهوا، تصبح 12 في 60 كم تعطي لنا؟ سنقوم بحساب، إذن 12 في 60 أعطيت لنا 720، 720 دينار جزائري. هذه بالتسعيرة أ، استعملت التسعيرة أ أبنائي. الآن نأتي إلى التسعيرة ب، بالتسعيرة ب ماذا نقول؟ نقول عوض هنا فقط أبنائي، ب في مكان الإكس عوض ب60، لأن المتغير هو عدد الكتب، عدد الكتب هو المتغير، إذا هو المتغير، إذا نضع في مكانه 60، تصبح هكذا، 5 في 60 زائد 350 تساوي، تابعوا أبنائي، تساوي إذا تصبح 60 في 5 تعطي لنا 360، 360 زائد، نعم قلت أعطيت لنا 300 زائد 350 أعطيت لنا 650 دينار جزائري. تابعوا أبنائي، هنا التسعيرة الأولى، لاحظوا كم 60 كتاب، كم
من دينار. والتسعيرة الثانية لاحظوا كم، ما هي أفضل تسعيرة لمن يستلف؟ لاحظوا جيدا هنا فيه نسبية بنسبة، هو لم يقول ما هي أفضل تسعيرة لصاحب المكتبة، لا قال لمن يستلف يعني الزبون، والزبون عليه أبنائي أن يختار التسعيرة التي لا يدفع فيها، التي يدفع فيها قليل من المال ليس كثير من المال. لو كان التمرين على أشياء للربح أكيد سنأخذ هذه التسعيرة، لكن هنا الزبون يبحث عن أفضل تسعيرة حتى لا يدفع النقود كثيرا. إذا ما هي التسعيرة؟ إذا التسعيرة هي هذه أفضل تسعيرة. إذا هنا نقول أفضل تسعيرة لاستلاف، ولا نعم لاستلاف 60 كتاب هي، ما هي؟ هي التسعيرة بي بي. عرفتم لماذا؟ لأن الزبون عليه أن لا يدفع كثيرا، لا يدفع كثيرا. إذا لما يدفع لاحظوا يدفع هنا 300 650 وهنا يدفع 700 وماذا و20. إذا ما عليه إلا أن يختار الزبون هذه التسعيرة حتى لا يدفع كثيرا. في ماذا؟ في ما يخص 60 كتاب. الآن نأتي إلى السؤال الأخير، ننتبه جيدا. إذا لاحظوا يعني الأمور كلها بسيطة جدا. دائما عليكم يعني المرجع الأول في هذه المسألة، دائما أبنائي عليكم أن تنظروا إلى تلك الدالات، هي المخرج الوحيد من جميع أسئلة تلك الوضعية المجية. دائما أنصحكم أول شيء انظروا، لاحظوا هنا أكرر أول شيء يعني عليكم، تابعوا أبنائي حتى أشرح لكم الأمور وتصبح بسيطة إليكم. أول شيء يعني إذا لم تنظر هنا، انظر دائما إلى هذه القيمات، كل الأسئلة مرتبطة بها. نعم الآن نكمل. الآن قال بمبلغ 80 دينار، يعني شخص له 80 دينار، ما هو عدد الكتب التي يمكن استلافها بالتسعيرة بي؟ لاحظوا أبنائي، إذا عدد الكتب، عدد الكتب التي يمكن استلافها، لاحظوا، بالتسعيرة بي، بالتسعيرة ماذا؟ بي. تابعوا جيدا. الآن بالتسعيرة بي كم؟ 80 كتاب، 80 دينار، يعني هو عنده 80 دينار، يريد أن يأخذ كم من كتاب يأخذ؟ لاحظوا أبنائي، هل قال كم من كتاب؟ لاحظوا لما قال كم من كتاب، قلنا الكتاب هو المتغير إكس، هو المتغير إكس. لاحظوا لأن سأكرر، تابعوا أبنائي أرجوكم، لاحظوا 12 دينار لكل كتاب، لكل هو الإكس، هو الإكس. هنا 5 دينار لكل، هو الإكس يعني هو المتغير. أما الآن فهو يعكس الأمور، احذري من هذا السؤال. قال 80 دينار، يعني هنا يقصد بالتسعيرة يعني في هذا المكان أعطيت له التسعيرة، ويريد لاحظوا 800، يعني ها هي 800 مثلا، ها هي 800، لاحظوا أبنائي ها هي مثلا 800، كم يأخذ من كتاب بالتسعيرة ماذا؟ التسعيرة بي. كم يأخذ من كتاب بالتسعيرة بي بالتقريب، يعني هنا بالتقريب. أنتم عندكم لما ترسمون ترسمون بطريقة جيدة، أنا لا يوجد عندي هنا الورقة المترية، فقط أنتم استعملوا الورقة المترية حتى تأخذ القيم مضبوطة 100%. 8 كتاب، لاحظوا جيدا أبنائي، يعني هنا لم يعطينا لنا الإكس، إنما طلب من أن نجد الإكس. يعني مباشرة أبنائي كيف أفعل لهذا السؤال؟ مباشرة نقول 5x زائد 350 نجعلها تساوي 800. لاحظوا جيدا، لأنه هو الآن يبحث عن ماذا؟ ما هو عدد الكتب التي يمكن؟ هو يبحث عن الإكس، لاحظوا هو يبحث عن الإكس، لأن قلنا عدد الكتب دائما أبنائي يمثل ماذا يمثل؟ هو يمثل الإكس. وقال ماذا هو السؤال؟ هنا بحث عن النقود، لا يهم نعوض في مكان الإكس، هنا بحث في النقود،
هو كذلك الآن لا أصبح يبحث عن ماذا؟ أصبح يبحث عن الكتب. وقلنا المتغير هو ماذا؟ المتغير هنا هو عدد الكتب، وهو الذي يمثل ماذا؟ إكس. إذا لاحظوا أبنائي، يعني هنا المطلوب إيجاد إكس، المطلوب هو إيجاد، يعني نأتي بالنقود ونضعها في هذا المكان. ماذا نفعل؟ نبدأ نأكل في هذه المعادلة، تصبح 5 إكس، ننقل أبنائي هذا إلى هذا الطرف، تصبح تساوي لنا 800، نعم 800 ناقص 350، تصبح 5 إكس يساوي، نأتي بالآلة الحاسبة ونقول 800 ناقص 300، عفوا إذا قلت 800 ناقص 350 أعطيت لنا 450، تابعوا أبنائي 450، إلا أن قلت هنا 5 في، كلمة في يعني يجب أن ينزل هذا العدد إلى هذا المكان، يعني هكذا، يعني يمكن أن نمسحه، يعني من هنا نمسحه هكذا، يعني يصبح كأنما هكذا دائما ينقل الخمسة إلى ماذا؟ إلى المقام، يعني هذا ينتقل إلى المقام، تصبح إكس يساوي 450 على 5، 450 على 5 أعطيت لنا أبنائي 90، 90 ماذا؟ المتغير قلنا ها هو المتغير الذي وجدناه، والمتغير ماذا يمثل؟ يمثل عدد الكتب، إذا 90، إذا عدد الكتب، عدد الكتب هو ماذا؟ هو 90 كتاب ل 800 دينار جزائري، يعني 800 دينار هذه يمكن أن نستلف بها كم؟ 90 كتاب. لو أعطينا عدد آخر مثلا قال 1000 كتاب، نفس الطريقة. الآن أبنائي لو قال، وهذا هو الشرح، مع الشرح هذا هو الشرح الذي تحدثنا عليه. الآن لو قال، تابعوا أبنائي، لو قال لي بالتسعيرة 1، يعني بالتسعيرة لو قال بالتسعيرة لا تخافوا أبنائي، هكذا لاحظوا، لو قال بالتسعيرة نأتي هنا مباشرة نقول 12 إكس تساوي 800، يصبح ماذا؟ إكس يساوي 800 على ماذا؟ على 12. لكن هنا ربما هو لم يطرح، لأن ربما العدد يخرج بالفاصلة، ربما يخرج 12 800 تقسيم 12، نعم تخرج لنا قيمة بالفاصلة، كم تخرج؟ تخرج لنا 6 فاصل، نعم عفوا قلت تخرج لنا 6 6، وهنا 6، وهذا لا يمكن أن نقول عليه عدد الكتب، لأن عدد الكتب أبنائي لا يمكن أن يكون 6 و 6 و 6 و 6 و 6 و 6 و 6، هذا لا يمكن، كيف يكون هذا الكتاب؟ يعني كتاب وبعض الأوراق أو ماذا؟ إذا هذا لا تجوز باستعمال، لهذا هو لم يطرح عليها سؤال، هو يطرح على الأسئلة التي يمكن استخراج الإكس بعدد عدد صحيح أو عدد طبيعي، لاحظوا ها هو أمامكم اللي هو إكس يساوي 90 كتاب. وأتمنى أبنائي أن يعجبكم الشرح، وما زلنا إن شاء الله على سنقوم بحل الشهادات، وأنتم تابعونا على صفحة الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا، وادعوا لنا أبنائي بالصحة أرجوكم.